بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور انفسنا ومن سيئات اعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله. اما بعد، نبدا باذن الله تعالى في هذا اليوم بدراسه كتاب التوحيد للامام المجدد محمد بن عبد الوهاب رحمه الله تعالى. لكن على ما اعتدنا عليه لابد من أمور حول الدراسة. الأمر الأول، لماذا ندرس التوحيد؟ وهذا قد تقدم. الثاني، لماذا اخترنا دراسة هذا الكتاب لكتاب التوحيد؟ هناك كتب كثيرة مؤلفة في التوحيد، لماذا اخترنا دراسة هذا الكتاب؟ الأمر الأول على ما تقدم معنا نصيحة العلماء، ولأن هذا الكتاب اشتمل على الأدلة من الكتاب والسنة، لم يذكر فيه المؤلف رحمه الله تعالى شيء من كلامه، ذكر فيها أدلة من كتاب السنة. عناية العلماء به، كثرة الشروحات عليه، ركز المؤلف رحمه الله تعالى في كتاب التوحيد على توحيد الألوهية. لماذا؟ لأن أكثر ما يكون خالد عند الناس في هذا التوحيد. لكن لابد أن تعلم أن المؤلف رحمه الله تعالى لم يتجاهل أو يترك ذكر الربوبية والأسماء والصفات، ركز على توحيد الألوهية، وهذا من أحسن ما يكون في التصنيف. وذكر هذه المسألة الشيخ ابن عثيمين رحمه الله تعالى في قول المفيد، حسن التبويب والترتيب والتصنيف. وسترى إن شاء الله تعالى إمام معاصر رد على الشبه التي يأتي بها أهل الشرك في زمانه ورد عليهم. بوب المؤلف رحمه الله تعالى وسار في هذه الطريقة في هذا الكتاب على ما سار عليه الإمام البخاري رحمه الله تعالى. فهذا المؤلف رحمه الله تعالى هو البخاري في زمانه. وغير هذا من الأمور التي نراها بإذن الله تعالى في هذا الكتاب. هذا الأمر الثاني. الأمر الثالث، لابد من فهرس لهذا الكتاب. نفهرس هذا الكتاب حتى تضبط محتوى هذا الكتاب. هذا الكتاب ذكر فيه المؤلف رحمه الله تعالى كما ذكرنا بالأمس، وفيه 67 باب إذا حسبنا المقدمة، لأن المقدمة هذا ستأتي معنا إن شاء الله تعالى. أول باب كتاب التوحيد وقال الله تعالى، هذا نريد نجمع الباب تكون بهذا الأبواب 67 باب. إذا أردنا أن نفهرس أو نقسم هذا الكتاب، الله أعلم، نقسم هذا الكتاب إلى 10 أقسام، إلى 10 أقسام. القسم الأول مقدمة، والمقدمة هذه تحتوي على 5 أبواب. الباب الأول نريد نسمي الباب الأول باب وجوب التوحيد. يعني لو تنظر في الأدلة التي أوردها المؤلف رحمه الله تعالى في الباب الأول تجدها تجتمع في وجوب التوحيد. والثاني باب فضل التوحيد وما كفر من الذنوب. والثالث تحقيق التوحيد. والرابع الخوف من الشرك. والخامس الدعاء على شهادة أن لا إله إلا الله. هذه الأبواب الخمسة في القسم الأول وهو المقدمة. هذه الأبواب الخمسة كأنها مقدمة للكتاب، لأن المؤلف رحمه الله تعالى لم يكتب مقدمة للكتاب. لماذا لم يكتب مقدمة للكتاب كتاب التوحيد؟ يعني أكتب في هذه المقدمة بسم الله الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد فإن هذا الكتاب قد جمعت فيه الأدلة من الكتاب والسنة ووضحت فيه ورددت فيه وذكرت فيه كذا وكذا وكذا. لماذا؟ أقوال العلماء، منها أن المؤلف رحمه الله تعالى على ما ذكرنا نظر في كتاب البخاري رحمه الله تعالى، كتاب الصحيح. البخاري رحمه الله تعالى لم يذكر مقدمة لكتابه. لماذا؟ لأن البخاري أراد أن يعلق الناس بحديث النبي عليه الصلاة والسلام. هذا الكتاب كتاب متخصص في الحديث، وهذا الإمام هو البخاري في زمان أراد أن يعلق الناس بالكتاب والسنة، وهذا هو التوحيد. نعم، هذا قول. القول الثاني أن كتاب التوحيد عندما قال المؤلف رحمه الله تعالى كتاب التوحيد هذا كالمقدمة للكتاب، عرف المقصود من هذا. نعم، الثالث، القول الثالث أنها سقطت من بعض النسخ، بعض
وجد في بعض النسخ البسمة والحمد لله الصلاة على النبي عليه الصلاة والسلام. قول الرابع، هذه الأبواب الخمسة هي كل مقدمة الكتاب على ما سيأتي معنا. المؤلف رحمه الله تعالى بعد هذه الأبواب الخمسة في باب تفسير التوحيد قال وشرح هذه الترجمة ما بعدها من الأبواب، يعني إلى نهاية الكتاب. الآن أشرح لك التوحيد الذي وجب عليك وعرفت فضله ولابد من تحقيقه والخوف من ضده والدعاء إليه. خذ التوحيد من هنا إلى نهاية الكتاب على ما سيأتي معنا. إذن نقسم الكتاب أو نفهرس الكتاب إلى 10 أقسام والله أعلم حتى يضبط الكتاب. مقدمة تحتوي على 5 أبواب. القسم الثاني تفسير التوحيد، أراد أن يفسر وبين لك التوحيد، لكن المؤلف رحمه الله تعالى فسر التوحيد بضده وبضدها تتبين الأشياء. سيأتي معنا في هذا الباب في باب تفسير التوحيد بين أنواع الشرك الأكبر وبين الشرك في الرقى وفي التمام وفي الذبح وغيره. هذا القسم الثاني. القسم الثالث أراد أن يأتي بالأدلة والبراهين على بطلان عباد ما سبقون، أنه لا أحد يستحق العبادة إلا الله، للنبي عليه الصلاة والسلام إذن غير بمعنى، ولا الملائكة ولا الصالحين ولا غيرهم. هذا في القسم الثالث. القسم الرابع كأنه سائل يسأل المؤلف رحمه الله تعالى، يقول نشهد أن النبي عليه الصلاة والسلام أدى الأمانة نصح الأمة وبلغ وجاهد في الله حق جهة، لماذا يقع الشرك في الأمة؟ ما السبب؟ لابد نعرف الأسباب حتى نجتنبها. لماذا يقع الشرك في الأمة بعد هذا البيان من النبي عليه الصلاة والسلام؟ وهذا من فضل الله ومن نعمة الله أن هذا الدين كون. لماذا يقع الشرك في الأمة؟ ذكر في القسم الرابع أسباب وقوع الشرك في الأمة أو أخطر الأسباب. ثم المؤلف القسم الخامس بيّن الرد أو دحف حجة من يقول أن الشرك لا يقع في الأمة. ظهرت فتنة في زمن الشيخ محمد بن عبد الوهاب وقال للشيخ إذا أردت أن تعلم الناس التوحيد علم الناس التوحيد خارج الجزيرة، أو أن الشرك لا يقع في الأمة، إما أن الشرك لا يقع في الجزيرة أو لا يقع في الأمة. هذا الذي موجود في الجزيرة وفي غير الجزيرة، وقوع الشرك والطواف على القبور، قالوا هذا ليس بالشرك. فرد عليهم بالقسم الخامس دحف حجة من يقول أن الشرك لا يقع في الأمة أو في الجزيرة. ثم أن المؤلف على ما تقدم معنا دائما في أول كتب يجمع الأبواب ثم بعد هذا يفصل. القسم السادس الأعمال الشيطانية، أراد أن يبين لك أن الشيطان يريد أن يوقع الناس في الشرك. كيف؟ بطرق، منها السحر على ما سيأتي مع الأعمال الشيطانية والكهانة والتطير والاستسقاء بالأنواع. هذا سيأتي بإذن الله تعالى في القسم السادس. القسم السابع أعمال القلوب، وستأتي بإذن الله تعالى. ثم جاء في القسم الثامن بالأسماء والصفات، وقلنا أن المؤلف رحمه الله تعالى ركز على توحيد الألوهية لكن لم يتجاهل الربوبية والأسماء والصفات. وهذا القسم أي توحيد الأسماء والصفات هذا من أشرف العلوم، التعرف على الله، وحتى ندعو الله سبحانه وتعالى في أسماء والصفات حتى لا نقع فيما وقعت فيه فرق الضلال، وهذا يسأل بإذن الله. القسم التاسع هذا أطول قسم في الكتاب، فصل فيه المؤلف، ذكر فيه المناهي اللفظية والألفاظ الشركية وبعض الشركيات، وركز المؤلف رحمه الله تعالى فيه على الشرك الأصغر وعلى كفر النعمة وقليل من عبادي الشكور. ثم أن المؤلف رحمه الله تعالى ختم بباب وما قدر الله حق قدره، وهذه الخاتمة. من يعيد لي هذه الأبواب الأقسام العشرة؟ نعم. نعم. القسم الأول المقدمة، وهذا هو درس اليوم بإذن الله. المقدمة هذه تحتوي على أبواب خمسة. الباب الأول اصطلحنا أن نسميه باب وجوب التوحيد، والباب الثاني فضل التوحيد وتحقيق التوحيد والخوف
والدعاء لشهادة أن لا إله إلا الله. هذه الأبواب الخمسة كالمقدمة، والمؤلف رحمه الله تعالى مقدمة لكتاب، إما أنه اكتفى بهذه الأبواب الخمسة أو اكتفى بالترجمة كتاب التوحيد ودلع المقصود، أو سقطت من بعض النسخ لأنه وجد في بعض النسخ الحمدلة والبسملة والصاع على النبي محمد عليه الصلاة والسلام، أو أراد القول الأخير أراد أن يعلق الناس بالكتاب والسنة، وهذا هو التوحيد كما علق الإمام البخاري الناس بحديث النبي عليه الصلاة والسلام. نعم. القسم الثاني تفسير التوحيد، هذا يفسر لك التوحيد وبين لك التوحيد، لكن بين التوحيد بضده وبضدها تتبين الأشياء. ثم في القسم الثالث أراد أن يأتي بالأدلة والبراهين على بطلان عبادة ما سوى الله، بين بطلان عبادة النبي صلى الله عليه وسلم وعبادة ما سوى الله وعبادة الأصنام وعبادة الملائكة، وكذلك الهداية جاءة التوفيق أنه لا يملكها أحد إن الله، وكذلك الشفاعة قل لله الشفاعة جميعا. ثم في القسم الرابع قلنا كأن سائل يسأل المؤلف رحمه الله يقول أن النبي عليه الصلاة والسلام أدى الأمانة ونصح الأمة وبلغ وجاهد في الله حق جهاده، لماذا يقع الشرك في الأمة حتى يعني نجتنب هذه المسائل حتى لا نقع فيها؟ فبين بهذه الأبواب أسباب الكفر بل أخطر الأسباب. ثم في القسم الخامس دحث حجة من يقول أن الشرك لا يقع في الأمة أو في الجزيرة لأنه ظهرت فتنة ورد عليه، والسادس أعمال الشيطانية، السابع أعمال القلوب، الثامن أسماء الصفات، التاسع المناهي اللفظية والألفاظ الشركية وبعض الشركيات، والعاشر الخاتمة. طيب نعم الأول المقدمة، الثاني تفسير التوحيد، الثالث الأدلة والبراهين على بطلع عبادة ما سوى الله، الرابع أسباب الشرك، نعم، الخامس دحض حجة من يقول أن الشرك لا يقع في الأمة في الجزيرة، السادس الشيطانية، السابع أعمال القلوب، الثامن أسماء الصفات، التاسع من أهل لفظية بعض الشركية وبعض الشركيات، العاشر خاتمة. إذا أردت أن تؤلف كتاب لابد أن تكون لك طريقة في التأليف، تنظر الإشكال أن بعض الطلاب هدانا الله إياهم يعني أول ما يلتزم فكر بأن يكون له كتاب يكتب عليه اسمه العالم رباني أسد المنابر خطيب المسقع كذا كذا كذا، حقق ونقح وصحح وخرج أحاديث وعلق عليه وكذا ووضع السور باسم فلان من الناس، ولا أدري أن خطيب قلنا أن من ألف فقد وضع عقله على طرف يعرضه على الناس، فهذا التأليف يعني يحتاج إلى أول معرفة طريقة التأليف، والكتاب يكون من ماذا؟ يعني يكون مثلا لابد له مقدمة صلب الموضوع وخاتمة، ولابد أنه في التأليف يصير على طريقة واحدة، لا يصح أن يخرج حديث في أول كتاب وبعد هذا يأتي حديث آخر ولا يخرج، لابد أنه يخرج الأحاديث ويخرج على ترتيب واحد مثلا أمور في التأليف. فنحن نريد أن نعرف الطريقة في شرح هذا الكتاب، كيف نشرح الكتاب؟ نريد أخواننا في شرح هذا الكتاب أن نسير على أن نذكر التعريفات والتقسيمات، التعريفات والتقسيمات الأمور التي أورد المؤلف رحمه الله. مثلا يأتينا التطيب، أقول تعريف التطيب هو التشاؤم بمرض مسموع ومعلوم زمان ومكان. التقسيمات يأتينا مثلا نذر، النذر ينقسم إلى قسمين، نذر لله ونذر لغير الله، وعلى هذا تعريفات التقسيمات هذا مهم. ثم نريد أن نعرف أو نربط بين الأبواب والكتاب وبين الآيات والأحاديث والباب، الآيات والأحاديث ترتبط مع الباب
والباب ارتبط مع الكتاب، إذن ارتبط الكتاب بأكمله. مثال: باب ما جاء في المصور، باب ما جاء في المصورين، باب ما جاء في المصورين. هذا الباب ليس له علاقة بكتاب التوحيد. قد يقول قائل: فما علاقة هذا الباب بكتاب التوحيد؟ لابد أن نربط بين الباب والكتاب. يأتي بآية أو حديث: باب لا يذبح للنار مكان يذبح فيه لغير النار. طيب، هذا كلام جميل. وقول الله تعالى: لا تقم فيه أبدا. سبحان الله، لا تقم فيه أبدا. ما علاقة هذه الآية بالباب؟ باب لا يذبح لله مكان يذبح فيه لغير الله. لا بد أن أعرف علاقة هذا، لأنه قد يأتي إنسان يقول هذا خطأ من بعض النسخ، صح؟ نعم. طيب، وبهذا يرتبط الكتاب. إذن الطريقة في الشرح: تعريفات، تقسيمات، ربط الآيات والأحاديث بالباب، ربط الباب بالكتاب، يرتبط الكتاب بالأكمل. مفهوم؟ يعني المناسبة التي أوردها المؤلف رحمه الله تعالى، أورد يعني هذا الدليل وما الشاهد له. بعد هذا شروحات كثيرة لكتاب التوحيد. طريقة في الدراسة: لا يصلح أن يأتي هذا الأخ ويدرس كتاب التوحيد من شرح الشيخ بن عثيمين رحمه الله تعالى، وشرح ابن سعد رحمه الله، وشرح حاشة ابن قاسم، وشرح الشيخ صالح للشيخ حفظه الله، وشرح الشيخ الفوزان حفظه الله، وشرح فلان وفلان وفلان، يتشتت. هذا يعطي تعريف، وهذا يعطي تعريف آخر، وهذا يعطي تقسيم، وهذا يهدم له التقسيم الأول ويعطي تقسيم جديد. بهذا لا يخرج بفائدة. مثل الذي يريد دراسة الفقه، فقه مقارب، ما يستطيع، ما يستطيع يضبط المسائل، ولا على هذا سار السلف. فماذا تصنع الآن؟ تأخذ شرح واحد، ورجحنا شرح الشيخ بن عثيمين رحمه الله تعالى القول المفيد. لماذا؟ لأن هذا الكتاب القول المفيد هو في الحقيقة تفريغ لدروس الشيخ. نعم، هو فرغ وبعد هذا راجع الشيخ، تفريغ لدروس الشيخ رحمه الله. فالشيخ رحمه الله درس هذا الكتاب، ونحن هذا اللي نريد، نريد شرح يكون كالدرس للطلاب. وهناك فرق بين الكتاب المفرغ من الدروس وبين الكتاب المؤلف للتأليف. لذلك لا تسمع، يعني مثلا هناك بعض الكتب لا تسمع أنه أحد درس هذا الكتاب، وكتب معروفة أنها تصلح للدراسة، صحيح؟ نعم. فنريد أن نعتمد القول المفيد على كتاب التوحيد. قال للأخ: يا أخي، نحن كنا مضطهدين، ولا علم ولا علماء ولا كتب ولا غير ولا غير ولا غير. لا بد تعذر عدم الحفظ وعدم كذا وعدم كذا وعدم كذا. يا أخي، طالب العلم في كل مكان يكون طالب علم. إذا طالب العلم في سوريا بإذن الله يطلب العلم في تركيا في السعودية في كل مكان، لكن إذا لم يطلب العلم في سوريا لن يطلب العلم في أي مكان إلا إن شاء الله. فأنت عش واقعك، عش يومك أنت الآن، وأنت تعرف أن هناك أناس عندكم طلبوا العلم، صح؟ على الرغم من هذا كله، بل طلب العلم في السجن. نعم، جاءني يوم طالب من ليبيا، يعني ذاك الزمن أيام القذافي، فجاء قال: أريد أدرس عندك. قلت: طيب، أنت تعرف الشغل، احفظوا تعال، مو مثلكم، أمر لله، احنا وأنا وقعنا، نسأل الله العافية. فقلت: احفظوا تعال. قال: احفظ ايش؟ تحفظ المتون، أصول ثلاثة، قواعد أربعة، كتاب التوحيد، الواسطين. قال: أنا أحفظ كل هذا المتون وزيادة، أنا أحفظ ولله الحمد
كتاب التوحيد مع القول المفيد. والله يحفظ القول المفيد. والله الاقتداء ياخذ دفتر ويكتب لي القول المفيد. قلت تعال درسني. قلت تعال انت درسني ليش تحفظ القول المفيد؟ قال انا في بلادي لا استطيع ابقى في المسجد ولا اكلم احد ولا ادرس على احد، وليس هناك عندي لا انترنت ولا غيره. وجدت هذه الكتب، قلت انا دور اليوم احفظ، وباذن الله انا احسن الظاهر انه اجد يوم من الايام من يشرح لي هذه الكتب، والحمد لله وجدته. والله انا احتار عندما اصحح له الاختبار، انا اصحح ماذا؟ يكتب لي كلام الشيخ بن عثيمين رحمه الله تعالى كاملا. هذا طالب علم، هذا طالب علم في ليبيا. بعض الطلاب هدانا الله اياهم، يقول اسمع طبعا اشترط، قال انا ما استطيع اطلب العلم في سوريا. طيب اين؟ قال لابد اروح الى موريتانيا. يظن المسكين ان موريتانيا جهاز يدخل فيه الطالب من هنا جاهل يطلع من هنا شيخ الاسلام. ممكن موريتانيا هذا جهاز؟ او يقول طيب يسافر الى موريتانيا ينظر في حل. قال لا ما يصلح، هذا المكان ليس مكان للطالب. ليش؟ قال والله يعني الاماكن يعني غير نظيفه وكذا، والشيخ تحت الشجره يدرس وكذا. لا ما اريد هنا. اين؟ قال اريد المدينه. طيب يسر الله وجاء المدينه. جاء المدينه، دخل المدينه وجد كذا. قال لا يعني ما يمكن اطلب العلم هنا. لماذا؟ قال يا اخي رفاهيه، تكييف والاكل والشرب. لا انا اريد اذهب الى اليمن. اليمن علم، هذا إلا إن شاء الله. صحيح؟ والبعض يأتي الشيخ قال اسمع أنا ما أريد أدرس أصول ثلاثة، قواعد أربع، نص مهمة، كتاب حتى الواسطية ليست لي، ما تصلح لي، تصلح لهؤلاء الأطفال. كذا أريد حموية تدمرية. نعم. طيب ناس تسأل وعن الإيمان عند أهل السنة تعريف، والله ما يجيب. فأخوانا طريقة السلف، كان الواحد من السلف يأتي للعالم يأخذ ما لديه من علم يجاز، ثم بعد هذا ينتقل إلى الآخر. أنت الآن لو سرت على هذه الطريقة، أخذت كتب الشيخ بن عثيمين رحمه الله تعالى وعكفت عليه، ماذا تكون؟ تكون بن عثيمين ثاني. أما يقرأ لشرح بن عثيمين في الأصول الثلاثة رحمه الله، وشرح صالح على الشيخ للقواعد الأربعة حفظه الله، وشرح الشيخ الفوزان حفظه الله لكتاب التوحيد، وشرح الواسطية لهالراس وكذا، في النهاية تجد ليس عنده شيء. إيه نعم، تختلط عليه الأمور. ومن طلب العلم جملة ذهب عنه جملة. وفي ترادف في العلوم المنع جاء إن توأمان استبقى لا يخلو. وفي ترادف العلوم يعني الجمع بين علمين، يجمع بين علمين. وفي ترادف العلوم منع جاء من العلماء، منع إن توأمان استبقى الخروج من بطن الأم لا يخرج، لابد يخرج الأول ثم يخرج الثاني. ما يصح هذا، يحفظ القرآن ويحفظ البلوغ ويحفظ كتاب التوحيد، ما يصح. يا أخي ركز على أمر، تحفظ القرآن في كل يوم، تحفظ ستة أشهر تنتهي، تنتقل إلى كتاب التوحيد، تنتقل إلى بلوغ المرأة، الحمد لله رب العالمين. وهذا تسير، أما يحفظ هنا ويحفظ هنا ويحفظ هنا، ما يصح. طيب إذا الشرح المعتمد، الشرح المعتمد في أصول ثلاثة تقدم معنا، حاشية ابن قاسم من أصول الثلاثة، حاشية مباركة سنة واضحة، يعني ليس هناك فرق بين كلام الشيخ بن عثيمين رحمه الله تعالى وما في الحاشية ولا إشكال. قول مفيد. طيب ليس لديك نسخة وليس لدي متن، هذه أعذار يعني غير مقبولة. والله لو أراد واحد منكم الزواج لفتح كل الأبواب بالقوة. صح؟
هدف يحققه يحققه، أما في العلم لا. وهذه مشكلة الطلب في هذه الأيام. بعض المشايخ عندنا يقول والله نبحث عن طلاب ما وجدنا، فيأتيني طالب يقول شيخ أريد أدرس عليك، قال أهلا وسهلا. قال الشيخ متى أنت فارغ؟ قال كل وقت، اختار الوقت اللي تحب. قال طيب إن شاء الله أتيك بعد العصر. قال أهلا وسهلا يا شيخ، أي فن ندرس؟ قال اختار الفن اللي تحب وأنا أدرسه. قال طيب يا شيخ اختارنا في الحديث، أريد تدرسين في الحديث. قال طيب. قال أي كتاب؟ قال اختار الكتاب اللي تحب. قال اخترت. قال أي نسخة؟ قال أنا أشتريها لك. تظن أنه هذا الطالب يأتي في أول يوم اتفق عليه؟ لا طبعا معروف. في الغالب تجد العلماء علماء فقراء. نعم. لماذا؟ ما عنده مشاغل، ما عنده لا تجارة ولا أولاد وكذا، فارغ. خاصة غير متزوج، هذا في نعمة الآن الحمد لله، ما عنده مشاغل أبدا، يطلب العلم. فلا الشيخ الشقيط يعني أقول يقول ما أراد أن يتزوج يعني يطلب العلم يتزوج بعد الأربعين تركع. طيب إن استطاع الحمد لله أتزوج، إن ما استطع يا أخي لماذا يشوش على نفسه وعلى آخره؟ صح؟ يطلب علم خير منه. القول المفيد، القول المفيد على شرح كتاب التوحيد. نبدأ في الكتاب. من يحفظ كتاب التوحيد؟ يحفظ كتاب التوحيد كامل؟ ثمانية وأربعين باب. طيب يلا طبعا جاهز من الأول، أول كتاب أنت. نعم جاهز يا شيخ. بسم الله. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. باب في يوم من الأيام كنا ندرس عند أحد المشايخ ونسينا الكتب، أنا وزميلي، فقلت له كيف نذهب للشيخ بدون كتاب؟ قال لا أنا الكتاب. قلت كيف؟ قال أنا الكتاب، أنا الكتاب هنا عندي، نذهب للشيخ. فجينا للشيخ قلنا الشيخ والله ما جينا الكتب، لكن هذا زميلي هو الكتاب. قال بسم الله اقرأ. فأخذ يقرأ ما شاء الله، يعني لم يكن يعني يعرف ما سنقرأ في هذا اليوم. كان عند الشيخ ابن عثيمين رحمه الله تعالى رجل كبير في السن، إذا يعني حصل إشكال في النسخ قال أتي بفلان، يأتي قال اقرأ من قول المؤلف، قال بسم الله الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله ويسر. الأستاذ سأل الطالب عن مسألة الطهارة، قلت له، فقال الطالب بسم الله الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، كيف الطهارة؟ باب المياه، مياه ثلاثة، طهور طاهر نجس في ماء طهور. سرد عن الكتاب كامل، ثم قال يا أستاذ خذ ما شئت ودع ما شئت. نعم كتاب التوحيد، أخذنا التوحيد وعرفنا التوحيد ومع التوحيد الثلاثة، وقلنا هذا دمع المقصود. أردنا أن نبوب لهذا الباب باب أو باب وجوب التوحيد. نعم، لأنه تنظر في الأدلة تجدها تجتمع في هذا. ما الأدلة على وجوب التوحيد؟ وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. الغاية من خلق الجن والإنس عبادة الله سبحانه وتعالى، والعبادة هي التوحيد على ما تقدم معنا، وغير هذا من الأدلة. من يذكر لي الأدلة على وجوب التوحيد؟ قوله تعالى واعبدوا الله أي وحدوا الله ولا تشركوا به شيئا، النهي عن الشرك، نبي أو والي أو جني أو صالح أو ملك أو غيره. ولقد بعثنا أي والله لقد بعثنا في كل أمة أي في كل طائفة رسولا. ما هذا البعث؟ شرح للآية. ما هذا البعث؟
أن اعبدوا أي وحدوا الله واجتنبوا الطاغوت. ركن الشهادة نفي وإثبات. وأخذنا الطاغوت وما يتعلق بتعريف الطاغوت من كلام ابن القيم رحمه الله: إن الله لا يغفر أن يشرك به، فحذر الله سبحانه وتعالى من الشرك وأمر بتوحيد. طيب، إذا هذا وجوب التوحيد أمر واضح. ثم جاء بالباب الثاني، من يذكر للباب الثاني من أبواب كتاب التوحيد؟ نعم، تفسير التوحيد يا رجل. الباب الثاني مو القسم الثاني، الباب الثاني. الباب الأول كتاب التوحيد وقول الله تعالى: وخلقت الجن والإنس ليعبدون. ثم جاء بأي باب؟ نعم، باب فضل التوحيد وما يكفر من الذنوب. باب فضل التوحيد وما يكفر من الذنوب. سبحان الله. هل معنى هذا ان المؤلف رحمه الله تعالى يرى ان التوحيد ليس بواجب؟ يقول فضل التوحيد وما يكفر من الذنوب. لو قال لك قائل: المؤلف رحمه الله تعالى عقد هذا الباب، باب فضل التوحيد، هذا فيه ان التوحيد ليس بواجب، صح؟ صح أو خطأ؟ خطأ نسبة. طيب كيف ترد على هذا؟ نقول أن المؤلف قدم أي باب؟ باب وجوب التوحيد، وثنى بفضل التوحيد، وذكر فضل الشيء، لا أن الشيء ليس بواجب، بل أن من سعة فضل الله سبحانه وتعالى، أن الله سبحانه وتعالى يوجب الشيء ويعطي عليه الأجور الكثير. مثال: من صام رمضان، من صام رمضان إيمان واحتساب، هل معنى هذا أن صيام رمضان ليس بواجب؟ لا، بل ركن من أركان الإسلام، صح؟ نعم. إذا ذكر فضل الشيء لا يعني أن الشيء ليس بواجب. لماذا أتى المؤلف بهذا الباب، باب فضل التوحيد؟ ما السبب؟ السبب حتى تشتاق لدراسة التوحيد، ولأن هناك من يحارب دعوة أهل السنة والجماعة لتعليم الناس التوحيد ونشر التوحيد. فأتى المؤلف الله أعلم بهذا الباب حتى تشتاق. ما هو فضل التوحيد؟ نعم، ما هي فضل التوحيد؟ الذين آمنوا ولم يلبسوا أي يخلط إيمانهم بماذا؟ بظلم. ما الظلم؟ ظلم الشرك، إن الشرك لظلم عظيم. أولئك لهم الأمن، هذا الفضل الآن لهم الأمن. أمن أين؟ أمن في الدنيا وأمن في الآخرة، وهداية في الدنيا وهداية في الآخرة، نسأل الله من فضل. إذا من فضائل التوحيد استقرار الأمن والهداية في الدنيا والآخرة، تكثير الحسنات، تكفير السيئات، صح؟ سبب شفاعة النبي صلى الله عليه وسلم وغيرها. نعم، طيب، إذا هذا هو الباب الثاني، باب فضل التوحيد وما يكفر من الذنوب. ثم جاء بالباب الثالث، باب تحقيق التوحيد، أو باب من حقق التوحيد دخل الجنة. لماذا أتى المؤلف رحمه الله تعالى بهذا الباب؟ لماذا؟ بعد أن ذكر وجوب التوحيد وعرفت أن التوحيد أوجب الواجبات أو الواجبات، ثنى بفضل التوحيد حتى تشتاق للدراسة وتشتاق لتعلم التوحيد. تشتاق لماذا؟ لتعلم التوحيد. وإذا ذكر الله وحده اشمأزت قلوب الذين لا يؤمنون بالآخرة وإذا ذكر الذين من دونه إذا هم يستبشرون. الذي لا يفرح في درس التوحيد هذا فيه نظر. نعم، لماذا جاء بتحقيق التوحيد حتى تحقق التوحيد؟ مفهوم؟ بيّن وجوب التوحيد، أوجب الواجبات أو الواجبات، دعوة الأنبياء والرسل عليهم الصلاة والسلام، وثنى بفضل التوحيد حتى تشتاق. الآن قال لابد من تحقيق التوحيد. تحقيق التوحيد أي تخليص التوحيد من ماذا؟ من الشرك الأكبر والأصغر والبدع والمعاصي، وتحقيق وتخليصه. كيف يحقق؟ يحقق قلب قول وعمل واعتقاد.
تحقيق وتخليص من الشرك والبدع والمعاصي. والتحقيق يكون بالقلب لسان والجوارح، قول وعمل واعتقاد. كيف نحقق التوحيد؟ عند الشيخ محمد بن عبد الوهاب ذكر لك أول آية في الباب إن إبراهيم كان أمة، إن إبراهيم كان أمة أي إمام قدوة اقتدى به، كما قلنا لكم بالأمس أنتم قدوة الآن للآخرين، كان أمة قانتا كثير الطاعة مع الدوام عليه، لله إخلاص، حنيفا مقبل الله مدبر على الشرك، ولم يكن للمشركين براء من الشرك وأهله، شاكرا لأنعمه. كم أمر؟ ستة أمور. أثنى الله سبحانه وتعالى على إبراهيم عليه الصلاة والسلام وذكر أمور ستة. نعم، وهي أمة أي إمام يقتدى به، قانتا كثير الطاعة مع الدوام عليه، لله إخلاص، حنيفا مقبل الله مدبرا عن الشرك، لم يكن مشركين البراء من الشرك وأهله، شاكرا لأنعمه. إذا أردت أن تحقق التوحيد ماذا تصنع؟ تقتدي بإبراهيم عليه الصلاة والسلام، تقتدي بالصحابة رضي الله عنهم والذين هم بربهم لا يشركون. إذا تحقيق التوحيد أي تخليص التوحيد من الشرك والبدع والمعاصي، وتحقيق يكون قول وعمل واعتقاد. تحقيق عند الشيخ محمد بن عبد الوهاب إجمالا بقراءة الباب. لو قال لك قائل كيف نحقق التوحيد؟ تقرأ عليه الباب والحمد لله، هذه ثمرة الحب، خذ ما شئت ودع ما شئت. اقتداء بإبراهيم عليه الصلاة والسلام، الاقتداء بسادات الأولياء الذين هم بربهم لا يشركون، ترك طلب الرقية والكين والاكتواء. لماذا؟ لصدق الاعتماد على الله سبحانه وتعالى مع الثقة به والأخذ بالأسباب المشروعة. توكل وعلى ربهم توكل. الباب الرابع، قدم لا تتكل. نعم آخر. الخوف من الشرك. لماذا جاء بباب الخوف من الشرك؟ كل باب بعد تحقيق التوحيد هو من تحقيق التوحيد، فمن تحقيق التوحيد الخوف من ضده، فمن تحقيق التوحيد الدعاء لشهادة أن لا إله إلا الله. وأورد المؤلف رحمه الله تعالى هنا أي آية؟ والذين هم قال إن الله لا يغفر أن يشرك به، وقول الله تعالى واجنبني وبني أن نعبد الأصنام. ناسب أنه بعد أن ذكر في تحقيق التوحيد الإمام إبراهيم عليه الصلاة والسلام، أبو الأنبياء خليل الرحمن أثنى الله عليه، كسر الأصنام بيده، بعد هذا يخاف. إذا أنت من باب أولى، صح؟ نعم. كيف تخاف من الشرك؟ من يعرف كيف نخاف من الشرك؟ الله تعالى، نعم، بقراءة الباب، هذا ثمرة الحفظ، بقراءة الباب وغيره. أولا بدراسة التوحيد، والثاني بدراسة الشرك حتى لا نقع فيه، والثالث بالدعاء. هناك بعض الناس لم يطرأ على بابه في يوم من الأيام أن يدعو بهذا الدعاء واجنبني وبني أن نعبد الأصنام، وهذا دعاء إبراهيم عليه الصلاة والسلام. الرابع يكون الخوف من الشرك بالبراءة من الشرك وأهله، تجعله في جانب وأنت في جانب آخر على ما تقدم معنا، قال واجنبني أي لا اجعله في جانب وأنا في جانب آخر، مفهوم؟ نعم. خاف النبي عليه الصلاة والسلام على صحابته من الدين، قال أخوف ما أخاف عليكم، على من؟ على الصحابة. إذا خاف النبي صلى الله عليه وسلم على الصحابة، إذن نحن من باب أولى. بل خاف عليهم من الرياء أشد من خوف عليهم من ماذا؟ من يعرف؟ هنا في الحديث. نعم،
فتنة المسيح الدجال. أسبب الآن الرياء، حكم الرياء يا أخي، شرك أكبر شرك أصغر الرياء. نعم شرك أصغر. فتنة الدجال أكبر ولا أصغر؟ أكبر أو أصغر؟ يا رجل ادعي الربوبية أكبر. تمام. لماذا خاف النبي صلى الله عليه وسلم على صحابة من الرياء أشد من خوفه عليهم من فتنة الدجال، مع أن فتنة الدجال أكبر وفتنة الرياء أصغر؟ لماذا؟ لأنه الرياء يمشي في القلب، لأن فتنة الرياء فتنة خفية وفتنة الدجال فتنة ظاهرة. هذا واحد. الثاني أن فتنة الرياء في كل زمن وفتنة الدجال في وقت محدد. صلى الله عليه وسلم. صح؟ اي نعم. اجلس فتح الله عليك. اذا المحقق حقا للتوحيد لابد يخاف من الشرك. كيف؟ بدراسة التوحيد، بدراسة الشرك، بالدعاء، بالبراء من الشرك وأهله. ولان بعض الناس هدانا الله اياهم يظن انه محقق للتوحيد ويكون لديه شيء من الشرك ولا يدري. طيب الباب الخامس، باب الدعاء إلى شهادة أن لا إله إلا الله. كان يقول لك أن المحقق حقا للتوحيد لا بد أن يدعو إلى ما دعا إليه النبي عليه الصلاة والسلام. نعم. قل خطاب للنبي عليه الصلاة والسلام. هذه السبيل أي الطريقة الموصلة إلى الله هي طريق واحد، وهي طريق النبي صلى الله عليه وسلم وكان عليه السلام الصالح. أدعو إلى من؟ إلى الله إخلاص، على بصيرة عن شرع، أنا ومن اتبعني. فالمتبع حقا للنبي عليه الصلاة والسلام لابد أن يدعو لما دعا إليه النبي عليه الصلاة والسلام. فما هي شروط الدعوة؟ لماذا أورد المؤلف رحمه الله هذا الباب؟ أراد أن تدعو إلى شهادة أن لا إله إلا الله، وأراد بهذا الباب أن يبين أن المحقق للتوحيد لابد أن يدعو للتوحيد. هذا واحد. الثاني أراد بهذا الباب أن يرد على من يقول أنه أول ما يدعى إليه الصلاة، فرد عليهم بهذا الباب أنه أول ما يدعى عليه التوحيد. نعم. إذا عقد الباب الله علم لأمرين أو لسببين، أراد أن يبين محقق للتوحيد لابد أن يدعو للتوحيد، وأراد أن يرد على من يقول أنه أول ما يدعى عليه الصلاة. فما هي شروط الدعوة؟ شروط الدعوة خمسة. الأول الإخلاص، قل هذه سبيلي أدعو إلى الله. الثاني العلم الشرعي، أدعو إلى الله على بصيرة. العلم الشرعي قلنا هناك مسائل أنت موقن منها 100%، أنواع التوحيد، معنى شهادة أن لا إله إلا الله، تعلمها الناس؟ نعم. أشياء أنت جاهل بها أو عندك فيها شك، مسائل الطلاق والنكاح وكذا، تتكلم فيها؟ لا، يحرم عليك أن تتكلم بهذا الكلام. فأنت الموقن منه 100% يخلم الناس. لماذا ما تعلم الناس التوحيد؟ ما الذي يمنعكم؟ هذا يقول عندنا في بلادنا أناس يعني مشاغبين ويمنعون من تعليم التوحيد، ولا نستطيع أن نناقش ونناظر وكذا. كم عددهم؟ كم عدد السكان عندكم؟ قال عندنا 9 مليون. كم مليون؟ 9 ملايين عندهم. طيب المشاغبين كم؟ اعتبرهم، هو يقول ما يصل نصف مليون، اعتبرهم 4 مليون. كم بقي معك؟ 5 مليون. يا أخي خذ منهم 1000 وعلمهم التوحيد، لأن يهدي الله بك رجل واحد. الذي معرض تركه خذ غيره، الذي يحاربك تركه خذ غيره. صح؟ نعم. الله أخوانا كريم، رسالة، شريط، قرص،
رسالة عبر الانترنت، رسالة عبر الجوال، خير لك من حمر النعم. تقدر؟ تقدر على هذا؟ تقدر. سهل جدا الدعوة إلى الله في هذه الأيام، ويسر الحمد لله بالوسائل هذه. طيب، علم شرعي، الحكمة، كما قلنا لكم مثلا في قصة النصراني للجاحد الضحاك بن ملزم، حكمة، ادعو على سبيل ربك بالحكمة والموعظة الحسنة. الرابع معرفة حال المدعو، معرفة حال المدعو، انك تأتي قوم من اهل الكتاب. الخامس الصبر، لا تظن ان هذا الطريق تجده يعني مفروش بالورود والناس يقول تفضل، لا، قد تضرب، قد تطرد، يتكلم عليك البعض، نعم، دق عليه الباب وفتح هذا الباب، قال ماذا تريد؟ قال أريد نعطيك هذه الرسالة، دعوة إلى الإسلام. فأخذ هذا يصيح ويسب ويشتم وبصق في وجهه، ايش تصنع؟ لو صنع معك واحد ما شاء الله ترد عليه، يسع بعد. فهذا عندما هذا بصق في وجهه وكذا وسب وكذا، مسح البصاق من على وجهه، قال يا الله لك الحمد أذيت في السبيل. هذا كاد يعني يشل، فأمسك هذا وأخذ يعتذر منه وأدخله إلى البيت وقال الذي تريد يعني تكلم به الآن، أدعو إلى سبيل ربك بالحكمة والموعظة الحسنة وجادلهم بالتي هي أحسن. ما قال حسن، جادلهم بالتي هي أحسن، وقل لعبادي يقول التي هي حسن، لا، أحسن ما عندك تخاطب به غيرك. هذه حكمة في الدعوة، صبر. إذا لابد من هذه الأمور الخمسة، عند من؟ عند هو ما يصبر اليوم الطالب هنا الطلب هنا أحفظ كذا، لا أخي اتركني، هذا في الدعوة إيش أصنع؟ طيب، الإخلاص، علم شرعي، الحكمة، معرفة حال المدعو، الصبر، هذه هي شروط الدعوة إلى الله. يلا من يعيد لي ما أخذنا من أول الدرس؟ أول الدرس أول شيء أخذناه ما هو؟ بسم الله، قسمنا كتاب التوحيد، أخذنا لماذا ندرس التوحيد، الثاني ما هي فهرس هذا الكتاب، نعم، أول المقدمة تحتوي على خمسة أبواب، تفسير التوحيد، تفسير التوحيد يفسر التوحيد بضده وضدته بين الأشياء، بطلان عبادة، بطلان عبادة ما سوى الله، أراد أن يأتي بالأدلة والبراهين أنه لا أحد يستحق العبادة إلا الله، لا النبي عليه الصلاة والسلام ولا الملائكة ولا الصالحين ولا غيره، سبب الكفران، أراد أن يبين سبب الكفر حتى لا تقع فيه، وحتى تعرف أسباب وقوع الشرك في الأمة حتى تعلمها الناس وتجتنبها. الخامس نعم، أراد أن يرد ويدحض حجة من يقول أن الشرك لا يقع في الأمة وفي الجزيرة، الأعمال الشيطانية، أعمال القلوب، أسماء الصفات، المناهي اللفظية، الفاضل الشركية وبعض الشركيات، الخامس خاتمة، ختم الله لنا ولكم التوحيد. طيب غير، لماذا اخترنا دراسة هذا الكتاب، كتاب التوحيد؟ لا نعم، أولا نصيحة العلماء، نصيحة العلماء، ثم طريقة التبويب فيها كطريقة الإمام، حسن التبويب والترتيب والتصنيف، اشتمل على أدلة من كتاب والسنة، إمام معاصر أثنى العلماء عليه، كثرة الشروحات عليه، مشتمل على أدلة من كتاب والسنة فقط، لم يدخل شيء من كلام، ركز على توحيد الألوهية وتجاهل الربوبية والأسماء والصفات، رد على الشبهة التي أتى بها على الشرك في زماننا،
نعم وغير هذا كثير فتح الله عليه بعد هذا فقط نعم طريقة الشرح للكتاب أو من أحسن الشروحات على هذا الكتاب قلنا القول مفيد ولو يأتيك من يأتيك اليوم يقول لك خذ شرح كذا خذ شرح قل لا أنا الآن أدرس قول مفيد بعد انتهى من الدراسة اختبر فيه أخذ الشرح الثاني مفهوم تسير على هذه الطريقة نعم القسم الأول القسم الأول إيش اسم القسم الأول اصطلحنا نسميه هذا الباب الأول باب وجوب التوحيد لماذا لم يكتب المؤلف رحمه الله تعالى مقدم الكتاب نعم لأسباب منها أولا سقوط قد يكون سقوط أنها سقطت بعض النسخ نوجد في بعض النسخ البسملة والحمد لله والصلاة على النبي عليه الصلاة والسلام هو كان البخاري زمانه أراد أن يعلق الناس بالكتاب والسنة كالإمام البخاري رحمه الله تعالى كتاب التوحيد دلع المقصود تمام هو المقدمة أو الأبواب الخمسة هذه كالمقدمة لكتاب التوحيد الله يفعل بعد الباب الأول الباب الأول باب وجوب التوحيد باب وجوب التوحيد ما الأدلة على وجوب التوحيد أدلة على وجوب وما خلقت الجن والإنس قلنا أغلب الناس يعني يعرفوا هذا لكن الإشكال في التطبيق خلقت لتأكل وتشرب وتلعب وتنام وضربنا لكم مثال في القديم قلنا أخذ هذا الجهاز وأخذ يحفر به الأرض ماذا نقول عنه مجنون هذا الجهاز للاتصال للتسجيل لكذا أما يحفر بالأرض مجنون أنت خلقت حتى تكون عامل إذا اشتغلت في هذه الدنيا بعبادة الله سعدت وغير هذا شقاء ومن أعرض عن ذكري فإن له معيشة ضنكا ونحشره يوم القيامة أعمى إن الباطل كان زهوقا هؤلاء يقول زهق وطف صحيح وقلنا لا تسمع بفضل الله إلا شيء نادر ونادر لحكم له أنه أحد ينتحر في المساجد أو في مكة أو في المدينة يعني في مسجد النبوي وفي مسجد الحرام وتجد يعني حتى أنشأ لهم نادي من كثرة الانتحار في أماكن يدعي يدعي هؤلاء أنها أماكن لماذا؟ للسعادة ولكن التقية هو السعيد وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدهم معنى يعبدون يوحدهم قول ابن عباس رضي الله عنهم كل عبادة في القرآن معنى التوحيد يا أيها الناس اعبدوا ربكم وحدوا ربكم واعبدوا الله وحدوا الله ولا تشركوا به شيئا ولقد بعثنا أي والله لقد بعثنا في كل أمة رسولا إذن دين الأنبياء واحد واعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا وقضى ربك ألزم ألا تعبدوا إلا إياه بالوالدين إحسانا طيب غير هذا من الأدلة الباب الثاني الباب الثاني إخواني الباب الأول باب وجوب التوحيد ولماذا خائف؟ ارفع أسبابك هكذا نعم باب فضل التوحيد هل معنى هذا أن المؤلف رحمه الله تعالى يرى أن التوحيد ليس بواجب؟ لا ماذا يرى؟ أن التوحيد يوجب الواجبات وقدم الباب الأول وذكر فضل الشيء يعني الشيء ليس بواجب صلاة الجماعة أفضل من صلاة الفرد بخمس أو بسبع وعشرين درجة وهذا لا يعني أن صلاة الجماعة ليست بواجبة بل هي واجبة بل شيخ الإسلام يرى أنها شرط صحة الصلاة من صام رمضان إيمان واحتساب هل يعني أن صيام رمضان ليس بواجب بل ركن من أركان الإسلام ما هو فضل التوحيد فضل التوحيد أنه هو أخرج الناس من الشرك الشرك استقرار الأمن والهداية والطمأنينة تكثير الحسنات تكفير السيئات
بسبب شفاعة النبي صلى الله عليه وسلم. نعم. موجب لدخول الجنة. دخول الجنة. والسلام من فتح الله عليك. لا تعود. الباب الثالث. نعم. ما هو؟ لماذا أتى بهذا الباب؟ لماذا جاء بهذا الباب؟ باب تحقيق التوحيد. لا بد تحقيق التوحيد. عرفت أن التوحيد واجب وأوجب الواجبات وبين لك فضل التوحيد تشوقت لها. قلنا جاء باب فضل التوحيد للتشويق. أريد أشوقك لدراسة التوحيد لأن هناك من ينفرك عن دراسة التوحيد. التوحيد عرفنا لا داعي ندرس التوحيد وأنتم تكفرون الأمة وأنتم كذا وأنتم وهابيين وكذا. الثالث تحقيق التوحيد أي تخليص التوحيد من ماذا؟ من الشرك والبدع والمعاصي. ويكون تحقيق التوحيد قول عمل والاعتقاد. كيف نحقق؟ يعني يعرف قراءة الباب تعلم الشرك اقتداء بإبراهيم عليه الصلاة والسلام. طيب قلنا أثنى الله سبحانه وتعالى إبراهيم عليه الصلاة والسلام وذكر عنه أمور ستة في الآية ولا بد أن تقتدي بإبراهيم فيها وهي أمة أي إمام قدوة يقتدى به. أم إمام يقتدى به كثير الطاعة مع الدوام عليها. إذن لابد أن تكون قدوة للآخرين تكثر من الطاعات مع المداومة عليها لله تخلص لله سبحانه وتعالى حنيفا تقبل على الله وتدبر عن الشرك براءة من الشرك أهلك شاكرا لأنعم. ستة أمور والذين هم بربهم لا يشركون. في الحديث قال لا يسترقون لا يطلبون الرقي من غيره ولا يكتوون الكي معهم ولا يتطيرون التشام سيأتي معنا بركان. لماذا؟ لأنهم على ربهم يتوكلون صدق اعتماد على الله سبحانه وتعالى مع الثقة به والأرض بالأسباب المشروعة للنهنة. بعد هذا الباب الرابع. الباب الرابع نعم باب الخوف من الشرك. لماذا جاء بباب الخوف من الشرك؟ نعم الله يفتح عليك لأنه قدم هذه الآية ولأن إبراهيم عليه الصلاة والسلام الإمام الذي أراد منك أن الاقتداء به في تحقيق التوحيد أراده هنا ويخاف أن تنبغي أولا. كيف تخاف من الشرك ولأن الإنسان قد يرى أنه محقق للتوحيد ولم يحقق. نعم في الدورة الماضية كنت أذكر الشباب يعني ما يوجد في كتاب التوحيد من تعليق الرقى وكذا والتمائم والتطير وكذا. فواحد قال لي سبحان الله كأننا اليوم عرفنا التوحيد هذه الأمور كلها كنا نقع فيها لا أدري. هذا من تلبيس إبليس على الناس أن يرى أنه محقق للتوحيد ولا محقق. نعم مثل هذا الذي يطوف حول القبور وكذا يظن أنه هذا هو التوحيد وهذا هو أنكم وما تعبدون من دون الله حصبوا جهنم أنتم لها واردون. نعم كيف يخاف من الشرك؟ الدعاء دراسة التوحيد دراسة الشرك حتى لا نقع فيه البراء من الشرك وأهل البعد عن الكفار. الباب الخامس ما شاء الله باب الشهادتين الدعاء لشهادة لا إله إلا الله. لماذا أورد المؤلف هذا الباب؟ قلنا كل باب يأتي بعد تحقيق التوحيد ومن تحقيق التوحيد لأن المحقق حقا للتوحيد لابد أن يدعو لما دعا إليه النبي عليه الصلاة والسلام. والشيطان ترى يخوفك ما يريدك تدعو تعلم الناس التوحيد. هذا يرى إنسان على الشرك وكذا يأتي الشيطان يقول لا لا تذهب إليه قد يصنع بك وأصنع بك وأصنع بك. وأعطناكم مثال من هذا الذي دق على الباب ووسط في وجهه. طيب نعم الدعاء
تعالى شهادة الله الواحد. ما هي شروط الدعوة؟ أورد المؤلف رحمه الله تعالى هذا الباب لسببين. أراد أن يبين المحقق حق التوحيد لا بد أن يدعو إلى ما دعا إليه النبي عليه الصلاة والسلام أولا، والثاني أراد أن يرد ويدحض حجة من يقول أن أول ما يدعى إليه الصلاة، فأراد أن يبينها أنه لا بد أن نسير على ما سار عليه النبي صلى الله عليه وسلم. النبي صلى الله عليه وسلم أرسل معاذ اليمن وقال له ليكن أول ما تدعوهم إليه. وأنا سمعت أنه بعض الناس عندما الدورة هذه كانت في التوحيد قال يا أخي التوحيد عرفنا، إيش يعطينا هذا التوحيد؟ أما أن يدرسنا كذا وكذا أو لا. ولذلك كتبوا في الدورة والفرائض. فرائض إيش يا رجل قبل أن نعرف؟ هذه الفرائض التوحيد صحيح والله. وإذا ذكر الله وحده اشمأزت قلوب الذين لا يؤمنون بالآخرة، وإذا ذكر الذين من دونه إذا هم يستبشرون. غش لو آتي يدرس الفرائض والتوحيد غير موفق ما يصير صح؟ نعم. خلي الأموال تذهب ما في إشكال، لكن لا يذهب التوحيد. بعدها شروط الدعوة خمسة. الإخلاص. الإخلاص، قل هذه سبيلي أدعو إلى الله. العلم. العلم الشرع على بصيرة. المعروف حال البدر. إنك تأتي قوم من أهل الكتاب. الحكمة. الحكمة أدعو إلى سبيل ربك بالحكمة والموعظة الحسنة. والصبر. سورة العصر. الصبر. فتح الله عليك. طيب. هذا الأبواب قلنا كالمقدمة لكتاب التوحيد. بعد هذا انتقل المؤلف رحمه الله تعالى إلى القسم الثاني. أراد أن يشرح لك التوحيد، يبين لك التوحيد، تفسير التوحيد، يفسر لك التوحيد. وفسر التوحيد قلنا بضده، وبضدها تتبين الأشياء. طيب تراجع على هذا الذي أخذناه وسلمت الأوراق والمذكرة للكل. متى اليوم؟ سلمنا الدروس المهمة اليوم البقية كلها. لا سلمت من الدروس المهمة اختبار؟ نعم. استلموا؟ طيب المؤمنون على شروطه. صلاة الظهر الذي لا يأتي بالأوراق كاملة محلولة إما الموافقة أو المفارقة. الأخ يقول العدد كثير ولا بد يعني أن يكون هناك أحد كبش فداء يعني يطرد من الدورة. لا بد ما جئنا لنلعب. فمعكم الآن تزداد الدروس إشكال صح؟ اسمع يا أخي ما في إشكال. تأتي فلان ولا علا كذا تقول اكتب لي ما في إشكال. المهم تكمل الأوراق. تعرف تكتب، لا تعرف شيء من الأسئلة ترجع إلى أحد الطلاب يعينك فيها إن شاء الله. المهم الكل يكتب. أنت تعرف تكتب وهذا اللي يعرف أكتب تعلم تكتب لا حتى لا يطرد من الدورة. اتفقنا؟ صلاة الظهر سواء كان في أو في المسجد هنا لا أوراق وقلب كاملة هذا يفصل. طيب نعم متفقين على هذا احنا الحمد لله. طيب نريد أن يكون اتساع قليل يعني في السكن وكذا. أنا ما أريد أحد يفصل، فأنت تعاونوا فيما بينكم تكتب الآن كل الموجود. نعم، حتى الذي لا يعرف مثلا يكتب اللغة العربية يكتب له زميل حتى إذا رجع يعني يعرف كيف يراجع كيف كذا كيف كذا وتستقيم منه إن شاء الله تعالى. في شيء آخر؟ في اعتراض؟ ها؟ ما في اعتراض، الحمد لله. لزيارة المرأة للقبور المبارح. شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى يرى أن زيارة النساء للقبور كبيرة من كبائر الذنوب. في مسائل أخواننا يعني قد تلتبس على بعض الناس، فإيش تصنع؟
استسلم والطالب هذا الآن لو يريد يبحث في زيارة النساء القبور الله أعلم يجلس 10 أيام ولا يفهم شيء في النهاية ومحتار. مثل جاءني اليوم طالب من الطلاب قال والله تعبت أتعبون الشباب مات. قال أنزل عن يدين يأتيني واحد يقول لا النزول عن ركبتين أنزل على ركبتين يأتيني آخر يقول كذا وهذا يذكر لي أدلة وهذا يذكر لي أدلة وهذا يذكر لي علماء وهذا يذكر لي علماء وأنا والله احترت حتى أحيانا أظن أنه خوف من غير الله أصلي أنظر الذي بجانبي ينزل على يدين أنزل حتى لا يعني بعد الصلاة يقول كيف تصنع كذا وهذا مخالف ونزول البعير وكذا 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 أرى ينزل على كذا أنزل على كذا لكن يقول أحيانا يأتي إشكال الذي عن يميني ينزل على يدين والذي عن يساري ينزل على ركبتين فماذا أصنع ما أستطيع أن يعني أداري في دين الله فقال لكن الآن أنا مرتاح الحمد لله من الجميع الشباب ما أحد ينكر علي الذي ينزل على يدين يظن أنا أنزل على يدين وركبتين لماذا؟ قال أنزل على الأربع هذا حال بعض الشباب اليوم يعني محتار هو يا أخي المسائل الخلافية أنت طالب علم ما تستطيع البحث فيها الآن والله ما تستطيع يا أخي حيرت علماء هذه المسائل صحيح ثم تأتي في المبحث يقول هذا الدليل عام وهذا خاص وهذا مطلق وهذا مقيد وهذا كذا وهذه المسألة تحتاج إلى كذا وهذا مسكين ما يفهم هذه المسائل فماذا يصنع؟ يبحث عن إمام إمام مو فلان وعلان لا ما يصح يبحث عن إمام عال يثق بديني وعلم أخذ بقولي الآن مؤقتا كالأكل من الميتة ما يستطيع الآن البحث في المسائل لا مراجع حتى ما يفهم مصطلحات العلماء ما يفهمها أصلا هو وفي أول الطالب فيأخذ بقول الآن إلى أن يفتح الله عليه مسائل كثيرة الآن خلافية هي مسألة واحدة أمس يقول لي القراءة في السرية أو في الجهرية وهذا النزول على يدين وركبتين القول بعد أنت تعرف هي مسائل هذه دائما يعني النقاش بين الطلاب القول بعد الرفع من الركوع النزول على يدين ولو تسأل عن أركان الصلاة شروط الصلاة ما يعرفها لأن هذه هي الأهم هذه مسائل نعم بحث فيها العلماء وكذا لكن أنت لا تشغل نفسك الآن بها ابحث عن إمام عالم تأخذ بقول الأرض إلى أن يفتح الله عليك تستطيع البحث في المسائل لا بل البعض أكثر من هذا قلنا داعي يأتي ويكلم هذا يقول اسمع ترى لا تنزل على يديك هذه المسألة كذا وأنا حققت هذه المسألة من معي الإمام أحمد ويأتي لأمه أو لزوجته قال اسمع هذه المسألة أنا حققت فيها واتضح لي بعد البحث والتحقيق والصبر للنصوص وكلام علماء السلف أن الراجح فيها كذا تقول طيب سمعنا وطاع بعد أسبوع يأتيها قال اسمعي المسألة التي ذكرت مرجوحة وترجح لدي بالأدلة والمجتهد مجتهد رجل والله لا يعرف ما هو الاجتهاد قال والمجتهد قد يرجع من قول إلى قول إذا تغير الأدلة وتغير الاجتهاد والاجتهاد لا ينقض الاجتهاد الأول فتصنع كذا تقول سمعنا وطاعنا بعد تجد وهذا حال الطلاب يوم تجد على يدين ويوم تجد على ركبتين ويوم على الأربع ويوم على كذا هذا دين يعني هذا عندما كان ينزل على يدين كان له سلف وعندما كان ينزل على ركبتين كان له سلف الآن ينزل على الأربع مبتدع يخاف من غير الله يصلي وكذا حتى هو في نفسه غير مرتاح ينظر للذي بجانبه داخل سبحان الله هذا ينزل على يدين ينزل على ركبتين ما يصح فأنت تكون على طريقة مثلا تقول والله أنا أضع بين وبين الله حجة مثلا الشيخ الألباني رحمه الله تعالى الشيخ بن عثيمين رحمه الله وتجد البعض يعني اسمحوا لي أن أذكر هذا الكلام
يعني البعض يأخذ بأقوال ابن باز رحمه الله. دعني من هذا، يأخذ بقول شيخ أقوال شيخ الإسلام. قال والله أنا أخذ بأقوال شيخ الإسلام في كل مسألة، إلا في مسألة واحدة يعني والله شيخ الإسلام أرى الله أنه يعني أنه ترك النكاح، لا هذا ما أسمح. من تتبع الرخص تزندق. الشيخ الألباني مثلا كان عندنا أحد الشباب في الحج ينكر على من لم يطف طواف الإفاضة في يوم العيد، ينكر عليه أنه لابد أن يرجع للإحرام. قدر الله عليه أنه جاء دخل وقت المغرب ولم يطف، وجدته بثوبه. قلت يا أخي أتعبتنا وأتعبت الشباب وكذا وأنت لا. قال لا أنا أخذ بالقول الثاني. سبحان الله، أنت اليوم كنت تتكلم بهذا وتنكر، فلماذا يعني؟ إخواننا هذا دين، والفتوى لها كبار العلماء، وأنت طالب يا أخي قف عند حدك. إي صحيح، هذه المشكلة والله. حتى والله أصبح هناك من حتى يتكلم حتى على شيخ الإسلام صدق. جاءني بعض الطلاب وقال أريد تأتي عندنا لدورة وكذا. قلت طيب، المهم في الكلام، اسمع بالله اسمع إلى هذا الكلام، في الكلام ذكروا الإمام أبو حنيفة رحمه الله. والله عندما ذكروا الإمام أبو حنيفة رحمه الله يعني أنا ما أستطيع أن أذكر الإمام إلا أقول إمام رحمه الله، إمام من أئمة أهل السنة والجماعة. فقال لا أبو حنيفة هكذا بدون ترحم بدون إمام، قال أبو حنيفة كذا. قلت يا أخي شيخ الإسلام ابن تيمية أثنى على الإمام أبو حنيفة رحمه الله وذكر مناقب الإمام كذا. قال لا شيخ الإسلام ثلث كلام شيخ الإسلام هذا لا يعتبر. أنا يعني أبحث عن عصا عن شيء ما عندي شيء، وأنا يعني ما أستطيع يعني تعرف ما في. قلت له يا أخي الإمام الذهبي رحمه الله قال في ترجمة الإمام أبو حنيفة رحمه الله أن حب أبو حنيفة من الإيمان، والله نتقرب إلى الله بمحبة الإمام أبو حنيفة. ولا ندعي عصمة لمن عصم الله أنبياء ورسل عليهم الصلاة والسلام. قال ذهبي يعني يبالغ في التراجم. قلت من معي يعني؟ قال الإمام أبو حنيفة ما ارتضيته، شيخ الإسلام أخاف أن تهدم لي كل أئمة الإسلام. هذا واقع الطلاب اليوم يا شيخ، ما يبالي بأحد. والله لو تسألوا عن أدنى مسألة مثلا، عن أدنى مسألة يعني مثلا في ترجمة الإمام أبو حنيفة، يعني هؤلاء العلماء عندما تكلموا ببعض المسائل تسأل عن هذه المسائل والله ما يدري عنها، ما يدري يعني هذه المسألة. عندما تسأل عن هذه المسألة هو لا يدري ولا يستطيع تحرير هذه المسألة. ثم يعني الآن إما إخوان إما الأربعة صدق والله أنا ما أتكلم هذا الكلام إلا عن ما كان عليه علماء السلف. ينظر إلى شيخ الإسلام، انظر إلى فلان، إلى علان، إلى كذا، إلى كذا، الشيخ بن عثيمين، الشيخ الألباني، أئمة الإسلام كلهم يثنى على الإمام أبو حنيفة رحمه الله. وأنت تأتي يعني تركت هؤلاء كلهم وما بقي لك في العلم، معليش ما بقي في العلم إلا أن تتكلم في الإمام أبو حنيفة رحمه الله. عجيب والله عجيب. لو تسأل عن الإيمان لا أدري عنه. فقلت له طيب تعرف شيخ الإسلام؟ قال نعلم. قلت كم لشيخ الإسلام مؤلف؟ كم ألف شيخ الإسلام من المؤلفات؟ فرجع هكذا فقال ما يربو، يعني يتفلسف عليه، قال ما يربو على 50 مؤلف. قلت مسكين أنت، شيخ الإسلام 50 مؤلف، شيخ الإسلام له أكثر من 1000 مؤلف. اسمع عد لي 10 من مؤلفات شيخ الإسلام، ما استطاع. قال لي قال بعض يقول الحموية والحموية الكبرى، حموية حموية كبرى، هذا معناه أنا ما أعرف شيء من كتب شيخ الإسلام والله.
فبعض الطلاب لم لا ما قرأ شيء من الكتب ولا كذا، ويبدأ يتكلم في الأئمة وتكلم في فلان وتكلم في علاه. يعني لابد أن الواحد من يعرف إنه هذا دين. الآن في الطب، في الطب لو جاءنا هذا الأخ، هذا يدرس الطب وبدأ يتكلم في الطبيب فلان وعلاه وهو يدرس في الطب، تقبل منه هذا الكلام؟ ها؟ والله ما تقبل منه هذا الكلام. تقول يا أخي عندما تنتهي إن شاء الله وبعد هذا تصبح كذا وكذا وترتقي، بعد هذا تتكلم. الآن ما تتكلم، مثلك ما يتكلم. أين؟ في الطب. أما في الشريعة تكلم من هب ودب، والله في قاعدة يذكرها العلماء، يقولوا أن العالم يعرف العالم ويعرف الجاهل، لأنه كان يوما من الأيام جاهل وهو الآن عالم فهو يعرف العالم، أما الجاهل لا يعرف العالم لأنه لم يكن يوما ما عالم. فكيف يا أخي ترجع في الكلام على أئمة كلام كان إلى إنسان لا يعرف شيء من الدين أصلا؟ ولو ردوه إلى الرسول وإلى أولي الأمر منهم لعلمه الذين استنبطوا. ولولا فضل الله عليكم ورحمته لاتبعتم الشيطان الا قليلا. اصبحت الغيبه والنميمه الان هي فاكهه المجالس. عندما عند بعض الطلاب هدانا الله اياهم تكلم في فلان وتكلم في علام وتكلم في كذا وتكلم في كذا، ياخذ نظره الى نفسه احدى عيوبه. والف طالب من الطلاب ما بقي شيء إلا أن يؤلف في الأحاديث الضعيفة من كتاب التوحيد. تصدى العلماء لهذا، قالوا كيف تكتب في هذا، كيف تؤلف؟ قال ما المانع من التأليف؟ قالوا يا أخي هذا الكتاب كأنك أنت تفتح باب لأهل البدع وتقول لهم هذا المؤلف يرد عليكم وهو منكم، ما بقي إلا أن تؤلف في الأحاديث الضعيفة في كتاب التوحيد. يا أخي ألف كتاب اكتب فيه تخريج الأحاديث الواردة في كتاب التوحيد صحيح، أما تكتب الأحاديث الضعيفة معنى هذا أن كتاب التوحيد فيه أحاديث ضعيفة، وهذا السلاح يكون لأهل البدع. من رجل من أهل السنة والجماعة، مشكلة هذا. فقد تكون آخر كلمة الجعد بن درهم والجهم بن صفوان واصل بن عطاء، هذا رؤوس فرق ضالة صحيح. هل عندما خرج الجعد أو الجهم أو واصل بن عطاء عندما خرج، هل اعتقدوا أنهم في يوم من الأيام يكونوا رأس لفرق ضالة؟ لا يا أخي انتبه، قد تكون أنت رأس لفرق ضالة وأنت ما تدري صحيح، وكلك تعب أتباع أصبح مذهب وقول وفرقة ضالة. فإخواننا إحنا الآن دورنا نطلب العلم، ولا تشتغل بهذه الأمور ولا تشتغل بهذه الأشياء، خلينا في طلب العلم نسير على ما سار عليه العلماء. لا تتكلم إلا ما تكلم فيه الأئمة، تكون على فتوى كبار العلماء ترتاح وتروح غير الله، اشتغل بنفسك. لم يسمع قط في مجلس من مجالس شيخ الإسلام شيء من الغيبة والنميمة. كانت مجالس شيخ الإسلام عاملة بذكر الله، إذا دخل الداخل إلى مجالس شيخ الإسلام اتعب، مع أنه مجالس شيخ الإسلام كلها علم ليست بوعظ، لأن الدروس العلمية وعظ وسيمات. فكان أقول إذا دخل الداخل ذكرته هذه المجالس بالله سبحانه وتعالى، فلا بد أن تكون مجالسنا في هذا. أما اللي نتكلم فيه ولا إما هذا أو في شأن النساء كلام بين الطلاب. نعم ما شاء الله، لو قلنا الدورة هذه في كتاب النكاح أظن ما تجد مكان في القرية كلها. الله أعلم. سبحانك اللهم وبحمدك.